أسئلة الموجهة لقطاع النقل واللوجيستيك حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي قطاع النقل والتي تجمعها وحدة الموضوع. والبداية مع سؤال فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب وموضوعه ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على مهنيي قطاع النقل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب لبسط السؤال. تفضل أستاذ هناء. تفضل الميكرو استاذ هناء. تفضل. نسائلكم سيد الوزير عن الاجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها لدعم مهني قطاع النقل الطرقي والذين يعانون من وضعيه جد صعبه جراء الارتفاعات الصاروخيه في اسعار المحروقات. شكرا سيد الوزير. شكرا السيده المستشاره. السؤال الان الثاني موضوعه الدعم الموجه لمهني قطاع النقل. كلمه لاحد الساده المستشارين من فريق التجمع الوطني الاحرار لتقديم السؤال. تفضل السي كمال. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، اخوتي اخواني المستشارين. السيد الوزير، الكل كيعلم بانه العالم اليوم كيعرف واحد التطورات اقتصاديه وتحولات اقتصاديه مهمه اللي نتج عليها الارتفاع المهول ديال اثمن ثمن المحروقات واللي كان عنده واحد انعكاس سلبي على القطاع ديال النقل. في هذا الاطار فعلا ان الحكومه تفاعلت مع هذا المشكل هذا وخصت واحد الدعم مادي اللي هو جد مهم. ففي هذا الاطار السيد الوزير، ما هي حصيله واثار هذا الدعم؟ وما هي التدابير والاجراءات اللازمه التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من اجل معالجه شموليه لتداعيات ارتفاع سعر المحروقات على قطاع النقل؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الان الثالث موضوعه مشاكل النقل الطرقي في بلادنا في ظل ارتفاع اثمنه المحروقات. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم السؤال. تفضل السيد إله. نسائلكم السيد الوزير عن قضايا النقل الطرقي وارتفاع في ظل ارتفاع اثمان النقل. شكرا السيد المستشار. السؤال الان الرابع موضوعه وضعيه مهني النقل في ظل ارتفاع اسعار المحروقات. الكلمه لاحد الساده المستشارين من مجموعه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لتقديم السؤال. تفضل سي خلينا. السادة الوزراء، الاخوه والاخوات المستشارين، السؤال هو حول الاجراءات المقرر اتخاذها للحد من التداعيات السلبيه لارتفاع اسعار المحروقات على قطاع النقل الطرقي. شكرا السيد المستشار. ننتقل للسؤال الآن الخامس موضوعه الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة التي يعرفها قطاع النقل ببلادنا وتفادي انعكاساتها على مهني النقل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. سي زكري تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة التي يعرفها قطاع النقل ببلادنا بفعل ارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتفادي انعكاساتها السلبية على مهني قطاع النقل؟ شكرا السيد المستشار. السؤال الآن السادس موضوعه تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس، سادة الوزراء، إخواني المستشارين، إخواني المستشارات. يعتبر قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررا بارتفاع المهول لأسعار المحروقات وذلك على غرار باقي المجالات والفئات الاجتماعية. وعليه نسألكم السيد الوزير المحترم حول تدابير الحكومة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية. وشكرا. شكرا السيد رئيس. السؤال الآن السابع موضوعه مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادل لتقديم السؤال. تفضل سي عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس، السيد الوزير، تنسألكم حول مشروع اللي تتعتزموا القيام به فيما يتعلق بمقايسة أثمنة النقل أو نقل البضائع مع أسعار المحروقات. بغينا نعرفوا شنو هو الانعكاس ديال هذا المشروع على المواطن. شكرا السيد المستشار. الكلمة الآن للسيد وزير النقل واللوجيستيك للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مهني قطاع النقل. تفضلوا السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أولا رمضان مبارك سعيد. أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة المستشارين على برمجة هذا الموضوع في افتتاح هذه الدورة الربيعية، وذلك للأهمية التي يحظى بها قطاع النقل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفي حركية المواطنين.
قبل أن أجيب على الأسئلة اسمحوا لي أن أذكر بأن مسؤولية الدولة في قطاع النقل يمكن تلخيصها فيما يلي: أولاً، أصر من طرف الدولة على أن تكون خدمات النقل متوفرة ومتنوعة ومستمرة حتى تستجيب لحاجيات المواطنين. ثانياً، أن تكون هذه الخدمات تستجيب لتطلعات المواطنين فيما يخص الأثمنة والسلامة والجودة. بهذه المناسبة بغيت نذكر بأن منظومة النقل مبنية على ثلاثة ديال الركائز، وهي البنية التحتية للنقل بالطبع، طرق سيارة، موانئ، سكك حديدية، مطارات، محطات لوجستيكية، ثم الإطار القانوني والتنظيمي اللي تيحدد قواعد ممارسة مهني النقل، وثالثا وأخيرا الفاعلين المهنيين المتمثلين في مقاولات كبرى متوسطة وصغيرة. كما تعلمون إن قطاع النقل واللوجستيك تلعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني وحركية الأشخاص والبضائع، وهذا القطاع في أمس الحاجة إلى تصور جديد ومبتكر من أجل إصلاحه لمزيد من مهنيته وتنافسيته وجودته. وبالفعل منذ تعيين الحكومة الحالية قمنا بتنزيل نظام جديد للوزارات يهدف إلى تعزيز الحكامة في القطاع والتتبع المستمر وإشراك المهنيين في جل القضايا والإشكالات. في هذا الإطار بادرنا إلى دعوة المهنيين إلى عمل مشترك مع كل التمثيليات المهنية للقطاع، وبالفعل ترأست شخصياً منذ جنبر 2021 ما يزيد على 20 لقاء مع المهنيين، ثم تم الاتفاق والالتزام خلالها على منهجية عمل في إطار من المسؤولية والتشاركية. كما تم أيضا عقد عدة لقاءات على مستوى الكتابة العامة للوزارة، وأيضا تنظيم ورشات عمل تقنية مشتركة متعددة على صعيد مديرية النقل الطرقي وأيضا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهذا الشيء باش نحددوا الأولويات وبرنامج العمل ديال سنة 2022. خلال هذه الاجتماعات تم التذكير بأن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة اللي تتواجهها بلادنا بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا والتقلبات المتسارعة في أسعار المحروقات بالسوق الدولية كان لها أثر كبير على ظروف اشتغال المهنيين في قطاع النقل. وهذه اللقاءات خصت إلى اتفاق باش نعالجوا خمس أولويات خلال سنة 2022. هذه الأولويات هي كالتالي: أولاً، صياغة تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات حمولة إجمالية مختلفة. ثانياً، تحديد شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي. ثالثاً، العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي. رابعاً، دراسة موضوع المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات. وخامساً، العمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته. ومن جهة أخرى قامت الوزارة منذ انطلاق الحوار مع المهنيين باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير اللي تتصب في تسهيل المساطر الإدارية وأيضا دعم المقاولة النقلية. نقدروا نذكروا منها تخصيص 250 مليون درهم من ميزانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022 لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة. وقد انطلقت عملية التسجيل بالمنصة المخصصة لذلك ابتداء من فاتح أبريل، حيث تم تسجيل 435 طلب لتجديد المركبات أو تكسيرها، منها 88% تهم شاحنات نقل البضائع. قمنا أيضا بمواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بميزانية 100 مليون درهم من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022. وهذا البرنامج غادي يشمل تكوين ديال المهنيين ديال نقل البضائع، ولكن ايضا سائقي السيارات الاجره الكبيره والصغيره. قمنا ايضا بمواصله اجراءات تبسيط المساطر المتعلقه بشهاده تسجيل المركبات، حيث سيتم خلال هذا الاسبوع استبدال واستخراج نظير شهادات عن طريق بريد بنك وبريد كاش. كما سيتم اضافه خدمه اخرى تتعلق بتفويت الملكيه بالنسبه للمركبات عن طريق بريد بنك وبريد كاش قبل ما تم هذه السنه. نقدروا نذكروا ايضا الشروع في عمليه تقديم الشكايات المتعلقه بمخالفه قانون السير عن طريق الرادارات الثابته.
من جهة أخرى تم انعقاد 8 اجتماعات للجنة الوطنية للنقل، وتمت معالجة 241 ملف من أصل 497 اللي لقيناه من اللي بدينا، أي بنسبة 48% منذ استئناف عمل اللجنة بتاريخ فاتح فبراير 22. وهذا الملفات اللي تعالجت تتوزع كالتالي: النقل السياحي 132 ملف، النقل العمومي 99، والنقل المزدوج 10. وتنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، تمت أيضا المصادقة من طرف الحكومة على مرسومين يحددان كيفية استفادة المهنيين الغير الأجراء حاملي بطاقة السائق المهني في ميدان النقل من التغطية الاجتماعية. السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، إن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبات تكلفة عملية النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35% و70% من مجموع النفقات ديال المقاولة، وذلك بالطبع حسب نوعية المركبات المستعملة، المسافات المقطوعة، ظروف التنقل، وأيضا أثمنة المحروقات. هذه النسبة تتعكس الأهمية في كلفة النقل والارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات وكلفة النقل، بحيث لما ترتفع أسعار المحروقات بطريقة مهمة وسريعة، هذا الارتفاع يؤثر سلبا على المقاولة النقلية لتصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها بنفس الثمن اللي كان قبل الارتفاع. كما أن استمرار هذه الوضعية يمكن له يؤدي إلى الحد من قدرة المقاولة في مواصلة أنشطتها، وبالتالي إلى اضطرابات في التنقل وتزويد الأسواق والأوراش والمعامل بالمواد الضرورية. كيف تعرفوا الظرفية الراهنة اللي اتسمت بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي وانعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، دفعت واحد المجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي فيما يخص توفير خدمات النقل. وباش نضمنوا استمراريات الحركة الاقتصادية ونتفاداو أي اضطرابات في منظومة النقل، وباش نحدوا من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها اللي انعقد 10 مارس السابق باش تدخل وتقدم دعم استثنائي ومباشر لمهني النقل. هنا بغيت نذكر أن هذا الإجراء مكن من استمرار عملية النقل في جميع ربوع المملكة خلال ظرفية صعبة، وترجع الفضل أيضا إلى مهني النقل بمختلف أنماطه الذين أبانوا بمناسبة على روح المسؤولية وجب الإشهاد بها من خلال هذا المنبر. وبالفعل أطلقت الحكومة يوم 23 مارس عملية تقديم هذا الدعم الاستثنائي، والذي يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة. وباش نسهلوا عملية الاستفادة وباش نسرعوا من وتيرتها، أعدت الوزارة في ظرف جد وجيز وبتنسيق مع مصالح كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية كبوابة لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين. بعد أسبوع من انطلاق التسجيل عبر هذه المنصة، بدأت عملية استخلاص الدعم من طرف المهنيين المعنيين عن طريق حوالات بريدية أو تحويلات بنكية بداية هذا الشهر. بعد مرور حوالي أسبوعين من انطلاق العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب تخص أكثر من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67% من مجموع المركبات المستهدفة ومن العربات المستهدفة. وتتوزع هذه الطلبات على الشكل التالي: تقريبا 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، 33500 سيارة أجرة كبيرة، تقريبا 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، 10000 حافلة لنقل المستخدمين، ما يقارب 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربة الجر. وتم إلى حد الساعة صرف ما مجموعه حوالي
307 مليون درهم، منها 91 مليون درهم على شكل حوالات بنكية و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية. ومما لا شك فيه أن هذه المعطيات كانت تدل على شي حاجة، تدل على عزم الحكومة على مواكبة الإصلاح اللي تبناته منذ تخصيص وزارة لهذا القطاع، ومن جهة ثانية الإطار تبين على الإطار التشاركي اللي عبر عنه المهنيون في مختلف المحطات. السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، من أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، تم الاتفاق مع تمثيليات مهنية على إعداد مشروع قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي. ومن شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية نسبيا من خلال تمكين المهنيين من توفر على آلية قانونية تتساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات. هذا المشروع غادي يهدف إلى إلزام الطرفان الناقل والشاحن مراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل. للتوضيح، في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل، لعكس زيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود تيتم تطبيق أحكام العقد المبرم ما بين الطرفين. أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة في هذه الحالة، إن مشروع هذا القانون سينص على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة اللي غادي يتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات. للتوضيح أيضا، هذا المشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل أجل قصيرة، ولن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة، على سبيل المثال النقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن إلى آخره. ومن جهة أخرى، هذا القانون ما يعنيش في أي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل، اللي تتبقى بفعل القانون محررة وتخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن. في الختام، أود أن أشير إلى أن الوزارة قد شرعت في إعداد هذا المشروع اللي غادي يكون موضوع تشاور موسع مع مختلف القطاعات الوزارات المعنية، وكذا مع مهني قطاع النقل الطرقي المعنيين ببلادنا قبل عرضه على مساطر المصادقة. في الأخير، تنشكركم على الاهتمام اللي تتولوه القطاع النقل الطرقي ببلادنا، ونبقى رهن إشاراتكم لتقديم توضيحات إضافية في الموضوع. شكراً.